بيك، وسعيدة ان انا في مهرجان اسكندرية، وبشكر امير اباظة وقناوي على المجهود الكبير اللي عملوه، بحييهم انهم عملوا المهرجان في ظل الظروف دي. والله مهرجان اسكندرية دايما ليه طعم خاص. انا بحضر المهرجان ده بقالي فترة كبيرة، والمهرجان ده يعني اولا اسكندرية بلد الفن والفنانين، والسينما طلعت من اسكندرية اساسا، واهم نجوم السينما من اسكندرية. فانا يعني كنت هزعل جدا انه يتلغي، وزعلان ان مهرجان القاهرة اتلغى، بس يعني برغم كل الظروف الامنية والظروف السياسية اللي بتمر بيها البلد والمادية، المهرجان اتعمل واتعمل بشكل حلو، جمع نجوم كتير جدا من كل الوطن العربي، وافلام وندوات مهمه ولجان تحكيم مهمه، واتعمل في حضن البحر في قلب اسكندريه. فانا سعيده بالمهرجان، وسعيده ان هو يعني قدر ان هو يبقى على ارض صلبه في كل الظروف دي. الفنان زي ما ليه دور انه بيقدم فن وثقافة لبلده، برضو هو ليه جانب انه بيقدم السياحة وبيقدم المساندة الوطنية والمساندة النفسية، وانه بياخد بايد اجيال طالعة. وتواجدهم النهاردة في المهرجان كلهم، يعني كلهم هتلاقي في الافتتاح جه عدد كبير جدا ما كانش بيجي كل سنة، ده لمساندة الفكر والثقافة والسينما ودعمها السنة دي. كل سنة وانتم طيبين.